تهام سعيد مراسلتنا، لأنتقل إلى السفير علي يوسف أحمد، السفير السابق في وزارة الخارجية السودانية القاهرة. أهلا بك سيد علي على شاشة الغد. يعني في البداية، كيف تقرؤون هذا المشهد اليوم وما يحدث في السودان من محاولة انقلابية فاشلة؟ يعني في البداية أشكر قناة الغد على اهتمامها بمباهير في السودان، ومؤكد أنه يعني الآن ثبت بمراجع مجال الشك أنه كانت هناك محاولة انقلابية في السودان. أنا أستطيع أن أؤكد على شيئين. الأول أنه من الناحية من ناحية الرصد والمتابعة لما يجري في السودان، من الواضح أنه هناك عوامل يعني تؤدي للتفكير في الانقلاب، يعني ظروف موضوعية موجودة على الساحة السودانية سواء كان اقتصادية أو سياسية، ما يجري في شرق السودان، التعسر في تنفيذ اتفاق الساحة، هناك أشياء كثيرة جدا تؤشر لوجود خلل كبير في الأوضاع السياسية العامة في السودان. و يعني بحكم عامل السن، نحن فعلا شاهدنا من قبل حدوث إما انقلابات أو محاولات انقلابية، يعني المسرح يعني المسرح الآن قابل لمثل هذه المحاولة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يعني بعد التجربة الفريدة للشعب السوداني وثورة الشعب السوداني، وهي أيضا يعني ليست التجربة الأولى، هي التجربة الثالثة اللي الشعب السوداني فيها يعني يسور ويغير النظام الموجود، إذا كان نظاما شموليا أو عسكريا. هذا يؤكد لنا حقيقة واحدة، أن الشعب السوداني لن يقبل بأن يكون هناك انقلاب عسكري لحكم السودان مرة أخرى. يعني هذا أيضا، هذه حقيقة من حقائق الواقع السوداني. ولذلك أنا أعتقد أنه الآن هناك سيولة في الأوضاع، ولكن يعني ما يبدو على حسب التصريحات والأشياء التي التغطية التي تجري الآن مما يجري في السودان، أنه على الأقل المجلس السيادي، هناك أحد أعضاء المدنيين هو أعلن عن وجود محاولة انقلابية، هو الأستاذ محمد الفكي، وطلب من الشعب السوداني أن يخرج لحماية الثورة، وأيضا صدر بيان من الناطق الإعلامي للمجلس للقائد العام العميد أبو هاجة أنه كانت هناك محاولة انقلابية تم القضاء عليها. يعني طب سيادة السفير، يعني هل هذه المحاولة ربما تنذر بشيء ما يدور في الأفق، أو خطط سيتم تطبيقها من قبل، أو محاولات انقلابية أخرى سيتم العمل بها في الأيام المقبلة أو الفترة القادمة؟ طبعا يعني كلنا نعلم أنه منذ أن يعني نجحت الثورة السودانية حتى الآن تم الإعلان عن عدد من المحاولات الانقلابية، ليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون في رأيي المرة الأخيرة. ولكن أنا ذكرت لك يعني لماذا تكون هناك انقلابات. يعني أنت الآن حدث انقلابين في غرب أفريقيا، كانت هناك ظروف موضوعية. طب لماذا لا يوجد تحرك حتى الآن من قبل الحكومة السودانية لحل هذه الأزمات؟ يعني ما الذي أدى لوصول المسرح كما ذكرت حضرتك والصورة إلى هذه الحالة وهذا المشهد الذي يعيشه المواطن السوداني اليوم؟ نعم، هذه المشكلة هي في الصيغة المحكوم بها السودان بعد نجاح الثورة، وهي صيغة فيها شق مدني وشق عسكري، وهناك صعوبة شديدة جدا في التعاون بين المكونين، رغم أنه يعني الثورة السودانية، نجاح الثورة السودانية إلى حد كبير جدا يعني كان مرتبطا بوقوف المكون العسكري
بمختلف يعني من شارك فيه من قوات مسلحة ودعم سريع وشرطة وأمن وكل كل الجهات التي شاركت من خلال اللجنة الأمنية في دعم الثورة السودانية هي الآن يعني تشارك في السلطة. ف يعني ال يفترض أنه هذه الصيغة صيغة المشاركة الفعلية الحقيقية بين المكون العسكري والمكون المدني هي التي ينبغي أن تقود الفترة الانتقالية إلى نهاياتها التي ينبغي أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكم خلال الفترة القادمة في شكل نظام ديمقراطي يعني مقبول بالنسبة لكل السودانيين. هذا هو المفروض أن يحدث. ولكن طبعا الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي، الصراعات الموجودة، محاولات حل الاشتباكات العسكرية في دارفور وغيره وغيره من خلال مؤتمر جوبا للسلام وعدم اكتمال مؤتمر جوبا بصورة فاعلة، يعني غياب عناصر هامة الحلو وعبد الواحد محمد. يعني بذكر حضرتك لاتفاق السلام، هل اتفاق السلام كان له دور مهم في هذه المحاولة وأساسي في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة برأيكم؟ طبعا لا، الـ 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 يعني مؤكد أن الحركات المسلحة اللي هي أو الحركات الكفاح المسلح يعني لم تشارك في هذا العمل. هذا العمل عندما يكشف سيتضح أنه يعني سيكون هناك بعض الضباط المنتمين لفئة محددة هي التي حاولت استغلت الظرف السياسي والحالة السيولة الموجودة للقيام بانقلاب عسكري، باعتبار أنه يعني هذا ما يشبه الحالات المسابقة في الانقلابات السابقة. يعني دائما كانت هذه الحالة التي يكون فيها الوضع السياسي في حالة سيولة وهناك مشاكل كثيرة وهناك أوضاع اقتصادية، دائما يحدث انقلاب ويكون في ترشيد ديو. ده حدث في فترة ميميري، وحدث في يعني في قبل ذلك في فترة حكم الرئيس عبود في 58، يعني كانت هناك صراعات سياسية أدت للانقلاب العسكري. ثم حدث في 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 89 عندما استولى مجموعه الضباط الاسلاميين على السلطه يعني بصوره يعني واضحه جدا في ظل الصراعات اللي كانت موجوده على الساحه السياسيه. اذا العوامل الموضوعيه اللي بتؤدي لانقلاب عسكري متوفره، ولكن الفرق بين الحالات السابقه والحاله التي نحن فيها الان هو عنصر الثورة السودانية. يعني هناك ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الشعب السوداني لديه القدرة على الخروج، كل الشعب السوداني إلى الشارع وتتريس الشوارع والتوصل إلى يعني إسقاط أي محاولة انقلابية. هذا ما أتوقعه، وهذا ما سيكون عليه الحال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السودان كما ذكرت، من ظروف اقتصادية والمشاكل التي يمر بها شرق السودان وكل المشاكل الموجودة في الساحة الآن. لا. الحل ليس انقلابا عسكريا، هذا باختصار شديد جدا ما أستطيع أن أقوله الآن. هناك مشاكل ولكن حلها ليس بانقلاب عسكري. السفير علي يوسف أحمد، السفير السابق، كنت معنا في وزارة الخارجية السودانية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.